القوات المسلحة هي حامي الوطن، هي درع الأمة، وده مش كلام إنشاء ولا عبارات إعلامية، ده واقع بالفعل بتقوم به القوات المسلحة في الجو وعلى الأرض وكمان في البحر. وجمهورية مصر العربية ربنا حباها بسواحل طويلة للغاية بتصل إلى 2000 كيلو متر، وبالتالي القوات البحرية عندنا هي دعامة قوية جدا من دعامات الأمن القومي. طلبة الكلية البحرية العسكرية عملوا إنجاز رائع جدا في إحدى البطولات العسكرية، وهي البطولة العسكرية الدولية اللي أقيمت في تركيا. الفريق المصري جه في المركز الثالث بعد الصين وتركيا، وعدد من أعضاء الفريق المصري حصلوا على المراكز الأولى في لعبة السباحة ولعبة التجديف. النهاردة بيشرفنا في الاستوديو أعضاء الفريق الكلية البحرية العسكرية والشخص المسؤول عن هذا التدريب الرائع، وهو سيادة المقدم أحمد مجدي. صباح الخير يا فندم. خير. معنا كمان في الاستوديو الأستاذ عاصم عز الدين الحاصل على الميدالية الذهبية في 100 متر تتابع سباحة. أهلا وسهلا يا فندم. معنا طبعا الأستاذ محمد حسن الحاصل على الذهبية في 100 حرة والمية في 4 تتابع حرة. أهلا وسهلا، شرفتونا. سيادة المقدم، البطولة العسكرية اللي حصلت في تركيا أهميتها إيه وكيف تم الاستعداد ليها؟ طبعا البطولة دي هي البطولة 16، ودي بطولة تجمع طلبة الكليات العسكرية البحرية في دول كثيرة، وتصل الدعوة إلى حوالي 47 دولة. استجاب للدعوة طبعا السنة دي 13 دولة، منهم إنجلترا، بلجيكا، ألمانيا، الصين، تركمستان، الإمارات. طبعا الدول دي دول لها تاريخ عسكري ورياضي عريق طبعا، فإحنا بتصل لنا الدعوة كل سنة، وتوجهنا السنة دي طبعا للاشتراك. وهم السنة دي كان عندهم عزيمة قوية جدا وإصرار إن هم يحققوا مركز ويظهروا نفسهم في طلبتنا. كان عندهم هذه العزيمة، عندهم هذه العزيمة كلهم صراحة، لأن هي البطولة هي بطولة للرياضات البحرية، سباحة، تجديف، شراع، وإنقاذ أرواح. دي بطولة ليها علاقة بالعسكريين البحريين وليها ارتباط بالواقع، لأن احنا من ضمن مهامنا احنا وبقية العسكريات البحرية اللي في العالم إنقاذ الأرواح والغرق طبعا. فهو عملها في صورة بطولة ان هو ازاي يستطيع ان ينقذ غريق ويسبح به لمسافة طويلة في وقت او في زمن قياسي، وبالتالي يقدر ينقذ روح هذا الغريق. سيادة المقدم، هل هذه البطولة واللي بيشاركوا فيها كلهم من العسكريين، وبالتالي هم عندهم فرصة قوية جدا للتدريب، لياقتهم البدنية بتكون مرتفعة نتيجة طبعا لخلفيتهم العسكرية وكل الجوانب دي، هل بيخلي معايير الحكم في البطولة دي أعلى من معايير الحكم في البطولات العادية اللي بيشارك فيها المدنيين؟ هو طبعا البطولة دي خاصة بالعسكريين. العسكريين مش بس سباحين، وخصوصا أنا بتكلم على الكلية البحرية أو القوات البحرية، احنا مش بس سباحين، دول يقدروا يجروا لمسافات طويلة في زمن قياسي، يقدروا يلعبوا رماية، يقدروا يختصوا، يقدروا يجروا في ميدان موانع في أرقام قياسية. احنا مش بنربي في القوات المسلحة مقاتل متخصص في حاجة واحدة، مقاتل متعدد المهام، يستطيع ان هو يلعب كذا رياضة، ومش بس الرياضة. احنا عندنا في علوم للدراسة كتير، علوم بحرية، علوم عسكرية، علوم هندسية، ومذاكرتهم واخدة وقت كبير برضو. مذاكرتهم واخدة وقت كتير، ولكن ده ما منعكوش ان انتوا تحققوا الانجاز اللي انتوا حققتوه. عاصم، كلمني عن المسابقة اللي انت اشتركت فيها والمتنافسين مقارنة بالمستوى اللي انت وزمايلك ظهرتوا بيه في المسابقة. احنا الحمد لله ربنا وفقنا، طبعا حصلنا على المركز الاول في سباق ال 4 في 100 تتابع. طبعا نتيجه تعب سنين ومجهود كتير وتوجيهات سياده المقدم كابتن ايمن عشمية مدرب السباحه بتاعنا. الحمد لله، يعني كان ايفنت قوي جدا، من اقوى الايفنتات في البطوله، وزي ايفنت ال 100 حرة اللي حقق فيه محمد حسن المركز الاول، هنجيله طبعا ان شاء الله، انجاز جميل جدا. فالحمد لله، يعني كان في دول كتير بتنافس معانا. طبعا كان في مقدمتهم دولة رومانيا، كان منافسة بيننا وبينهم قوية جدا. السباحين بتوعهم أقوياء؟ أقوياء جدا طبعا. بس الحمد لله، يعني المصري
بطل يعني في كل مكان. انت قلت لي ان ده نتيجه لتدريب طويل، هل التدريب ده كان ممتد كمان قبل انضمامك للكليه البحريه العسكريه؟ طبعا انا كنت بلعب سباحه من وانا عندي 4 سنين فقبل ما التحق بالكليه وكده، الحمد لله يعني قدرنا نكمل، ومع التدريب واللياقه البدنيه العاليه اللي بنلاقيها في الكليات العسكريه فده بيساعد على التدريب اكتر وبنحقق ارقام كويسه. بيساعد على التدريب، ولكن انتوا بيبقى عندكم مهام مختلفه كمان جوه الكليه زي ما سياده المقدم شرح لنا، انتوا في الاخر مش بس سباحين ولكنكم مقاتلين وبتتعلموا اداره المركبات البحريه، بتتعلموا غطس، وكمان عليكم مذاكره. ازاي تقدر محمد وسط كل هذه الارتباطات ان انت تنسق وقتك وتحقق كمان المركز الاول في المية حرة فردي وكمان تشارك مع فريق التتابع وتحقق نفس الميدالية؟ هو اول حاجة بس ان عندنا في الكلية مش انا اللي بنسق وقتي، هي الكلية بتنسق كل حاجة. يعني وقت التدريب بنتمرن، وقت المذاكرة بنذاكر، وكل حاجة ليها وقتها. تصحى تروح تتمرن، تخلص تروح محاضراتك، ترجع لو في تمرين تاني تتمرن، فيها كلها مفررنا التدريب بتاعنا كويس. بالنسبة للسبق في البطولة المية حرة كان برضو المنافس شرس جدا اللي هو في رومانيا. في رومانيا برضو في الفردي كان رومانيا، وفي الجماعي برضو كانت رومانيا فرقة قوية. هي رومانيا فرقة قوية جدا في السباحة، فهو كان نفس المنافس برضو، بس ربنا وفقنا. محمد انت اخر سنة ليك في الكلية ولا لسه فاضل لك سنوات؟ لا ان شاء الله فاضل لك سنوات دراسة. كم سنة فاضل لك؟ فاضل سنة ان شاء الله. فاضل لك سنة. طيب عدد من السنين اللي انت بتقضيهم في الكلية، وبتقول كمان ان الكلية هي اللي بتنظم لك وقتك. طيب الكلية بتديك دفعة مدربين متخصصين في العلوم البحرية وفي العلوم القتالية، الجانب الرياضي عندك هل كان موجود قبل ما تكون في الكلية؟ هل كنت بتعوم قبل الكلية؟ انا كنت في المنتخب قبل ما اخش الكلية. كنت في المنتخب قبل الكلية. طب قارن لنا ما بين مشاركاتك في البطولات قبل الكلية ومشاركاتك في البطولات تحت لواء الكلية الحربية العسكرية. قبل ما اخش الكلية كنت متفرغ تماما للسباحة، يعني صبح بعد الظهر والليل سباحة. في الكلية مش متفرغين تماما، لان انا زي ما قلت لحضرتك كان في دراسة، في كذا لعبة تانية بنلعبها، موانع، تأديف، شراع جنب السباحة. يعني ما بنتخصصش في حاجة واحدة في الكلية. فالسباحة بالنسبة لو مقارنة بالكلية قبل ما اخش وبعد ما اخش، قبل الكليه طبعا كانت الارقام احسن لان انا متفرغ لها تماما. ما بعملش حاجه في حياتي. ما عندكش مذاكره، ما عندكش مهام تانية؟ ما عندي مهام تانية بس مش زي الكليه، لان الكليه انا سباحه وجنبها مذاكره وموانع وتاديف وشراع ورمايه، كذا كذا لعبه مع بعض، لان احنا مش بنركز على السباحه بس او الرمايه بس، لا احنا بنركز على ان احنا نطلع لاعب متكامل اي حاجه بيلعب فيها. الكلية بتطلع لاعب متكامل وكمان بتطلع مقاتل متكامل بيحمي البلد. يعني ربنا بارك فيكم. هنخرج لفاصل قصير جدا علشان نستضيف احد اعضاء الفريق اللي شارك في البطولات في تركيا وحاز على ميداليات برضو في لعبة الشراع. هينضم لنا بعد الفاصل محمود كامل علي، خليكم معنا.